بسم الله الرحمن الرحيم، وبين نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ على يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة هحل معاكم الوحدة الثانية، ناخدوا فيها التمارين اللي جاية على الوحدة الثانية كلها. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بديلي بصفحة 67 بيقول: مو أنا جي إم، أنا أحب الشتاء، درام اللي بيقول والثلج، إنه جيني الرائع، جادور، أنا أعشق الجبال، أم بلانك أبيض، عندما جي في ديسكي أعمل تزلج. منى بتقول: جيني إم بقى، أنا لو أحب الخريف برسكيل، لأن الجو يكون موفي سيء والأشجار صون تكون أون أورانج في برتقاني، أنا أعشق الصيف في الأجازة، أنا أذهب إلى الشاطئ لكي أسبح. نورة قالت: جي بريفير، أنا أفضل الربيع برسكو، لأن الريفلير الزهور تكون برطو في كل مكان، تولا كولير كل الألوان، ومن كل الألوان جي في أنا أذهب على كمباني إلى الريف عند مي جرون برانس. إنه أنكتي، إنه بحث أو تقرير على السبورت بريفير، الرياضة المفضلة ولا السيزون بريفير، المواسم المفضلة، يبقى خدنا الموسم المفضل اللي هي رقم بي. شوف السؤال اللي جاي. نورة تحب كثيرا الربيع، نورة بتحب الربيع، يبقى خدنا الأولانية. في الخريف الجو يكون جميل ولا ممطر ولا مدري معتدل ولا موفي سيء؟ قالك موفي الاخراني. في الشتاء رامي يحب ان يعمل التصوير ولا بتانا جلاس تزلج على الجليد ولا سكي؟ قالك سكي اللي هي رقم سي. شوف السؤال اللي جاي. ضلوا صالون في الصالون بتاع تيو تي، وقال سالوه: اهلا مون كوزن ابن عمي تي اي امبريل فوتو، انت عندك قال التصوير؟ قال له نعم، سي ان ساسير بور موا، انها ضروريه بالنسبه لي. تي في دي فوتو، انت بتعمل صور؟ قال له نعم، جي فيان دو كلوب دو فوتو، لسه جاي من نادي الصور. جي ام، انا احب فوتوغرافير تصوير لو كوشير غروب الشمس على اريزون لامير متعمدة على البحر الانسكت والحشرات، سوبر رائع. اي بوردو ما هو الغد انفا لير، سنذهب على مونتان الى الريه، الى المونتان الى الجبل. اوكي، لكن دوما غدا سيم بوسيب، لانه مستحيل أمبو يا الله، نستطيع أن نذهب إليه بعد غد. تعال نحله سوا. هنا كنت نسمع سو ديالوج هذا الحوار عند تيو. عند تيو في الأولانية، قلنا في الصالون دي تيو، الصالون بتاع تيو. تيو يحب تصوير لناتير الطبيعة، هو كان بيحب تصوير الزملاء ولا الأسرة ولا الطبيعة؟ خدنا الطبيعة اللي هي رقم سي. أبريد ومان بعد غد تيو بير فون طلير، سيذهبون على منتن إلى الجبل اللي هي الأولانية. تيو بير سونت يكونوا زملاء فصل، إخوات، جيران، عيال عمي، بخدنا عيال عمي الأخرانية. سلو اهلا منى، جي شرشان ابحث عن زميلة نت مصرية مون برنوم لقبي اسمي انه صوفيا. جي سوي، انا اكون لسيان طالبة ثانوية، عندي 17 سنة ونصف. جي ابتين، اسكن في مارسيليا ان جراند فيل، مدينة كبيرة، سير لو بورد دو لا مير على شاطئ البحر المتوسط. جي انا باريل فوتون، عندي آلة تصوير ديوت كواليتي بجودة عالية. جي في دي فوتو، اعمل صور امبلين اير في الهواء الطلق، ضل شامب في الحقول، منتان الجبال، فروت الغابات، او لوبلاج الشواطئ. لايفير في الشتاء سي اي ما سيزون بريفرين، انه موسم المفضل سي اي لوتومب في هذا الطقس. جيبو، انا استطيع ان اعمل سكي تزلج افيك مي كوبين مع زميلاتي جيسكا وليا. جي سويني، انا تولدت 30 ابريل. جي باسين عقدي مي فاكانس دي تي اجس الصيف انتر بين لامير الى كامباني بين البحر و كامباني الريف. شي مي جراند براندس عندك الدية صوفيا. مارسيليا تطل على انلاك بحيرة ولا محيط ولا نهر ولا بحر؟ قالك في السطر التاني ان جراند فيل، انها مدينة كبيرة، سير بوردز على شاطئ دي لامير من ترنيل البحر المتوسط، وبتطل على البحر اللي هي رقم دي. صوفيا تحب كثيرا لا فوتوغرافية تصوير، بتحب التصوير، يبقى خدنا الاولانية. في الصيف صوفيا تذهب الى المونتان الجبل ولا عند عمها ولا الى البحر؟ قال لك الى البحر. صوفيا اتولدت مولودة في شهر 4، يبقى مولودة في الربيع، يبقى ندوروا على الربيع، قال لك اللي هي رقم بي. شوف السؤال اللي جاي. تيو بيقول سالو اهلا يا مريم، كلتم بريفيرتي اي طقس تفضل؟ مريم قال له انا احب الشتاء، اليانياج والثلج، سير لمونتان على الجبال او على القمم. جي فيديوس كي، امارس تزلج على مونتان في الجبل، مو انا
تيجي بيقول له جي ام لسولي وحب الشمس الى مير والبحر جي بصيمي فاكانسس اقضي اجس الصيف مارسيليا في مارسيليا عند مون اونكل عمي رينوليت. ماريو قال له تيفيك ماذا تفعل اسير لامير على البحر؟ قال له جي فيدي كم بعمل معسكر افيك ميكو بين كوزين مع عيال عمي حيث نو بوفون نستطيع السباحة بليزير اير ساعات طويلة او ساعات كثيرة بار جور يومي. ماريون بريفير ماريون يفضل الربيع ولا الخريف ولا الشتاء ولا الصيف؟ قال لك يفضل الشتاء اللي هي رقم سي. تيو في دي كومبان يعمل معسكر في الصحراء ولا في المونتان في الجبل ولا كومبان في الريف ولا الامير في البحر؟ يبقى خدنا في البحر الاخراني. اون التي في الصيف تيو يسافر الى مارسيليا الى مارسيليا بناخده الاولاني. لا بواسون هوايه ماريون انها لا نتسيون السباحه ولا سكي التزلج. قال لك التزلج اللي هي رقم ب. شوف المواقف. ان تطلب من زميلك ساسي زوم موسمه المفضل ماذا انت تقول؟ اقول له في اي موسم نكون ولا في اي موسم انت تولدت ولا في اي موسم اي موسم تفضل انت؟ يبقى خدنا رقم س. تبار لان تتكلم عن تاسي زوم موسمك المفضل ماذا انت تقول؟ هتقول انا افضل المطر نحن نكون في الشتاء انا تولدت في الصيف انا افضل الربيع. يبقى خدنا الاخراني. شوف السؤال اللي جاي. تطلب من زميلك لوتون بالطقس كي الفي ماذا يكون؟ ماذا انت تقول؟ هتقول له ما حالة الجو. يبقى خدنا الاولانية كيلتون فيتل. تي ديكري ان تصف الطقس كي الفي ماذا يكون اليوم؟ ماذا انت تقول؟ الطقس يكون حار. ان تصف الطقس ماذا يكون اليوم؟ انت هتقول الطقس يكون حار. يبقى خدنا الاولانية. شوف السؤال اللي جاي. تي دي ديموند ان تطلب من تونا مين من زميلك سون توم بريفري طقسه المفضل ماذا هو يقول؟ هيقول له فضل الشمس الجبال تكون بيضاء يوجد مطر انا لا احب الخريف. الطقس المفضل بتاعه ان هو بيفضل الشمس الجو الحار. الجمله اللي جايه. انت تتكلم عن ميولك بور لناتين للطبيعه ماذا انت تقول؟ هتقول انا لا احب البراكين انا اعشق الصيف افضل الاخضر الطبيعه تكون جميله. يبقى ما بحبش البراكين دي ميولي في الطبيعه. ان تطلب من زميلك ملوم شهور الربيع ماذا انت تقول؟ طبعا احنا شلنا انت تقول وحطينا هو يقول عشان الجمله تنفع. يبقى هيجاوب هيقول لي شهور الربيع انها مارس وابريل ومايو جون. تنفع شهور الربيع الاولانيه. نشوف السؤال اللي جاي. تي ديمان تطلب من زميلك سيجون ميولو للطبيعه ماذا انت تقول؟ يبقى تساله اي رياضة ما تنفعش اي نشاط تعمل ما تنفعش عند تحب ماذا في الطبيعة؟ يبقى خدنا رقم سي. شوف السؤال اللي جاي. تونا مي زميلك يصف لوتون بالطقس ماذا يكون في الشتاء؟ ماذا انت هو يقول؟ لو سولاي الشمس تكون سيرفي حارقة ده في الشتاء الطقس جميل الجو يكون حر جدا يوجد مطر بركتو في كل مكان. يبقى خدنا رقم دي. تونا مي زميلك ديكري يصف لاناتير الطبيعة من أطمن في الخريف ماذا هو يقول؟ زميلك بيصف الطبيعة في الخريف هيقول إيه؟ الأشجار تكون فيرت خضراء الأوراق تكون بنية. يبقى خدنا رقم ب. شوف السؤال اللي جاي. تونا مين زميلك ديكري يصف لوتون بالطقس ماذا يكون في الصيف؟ ماذا هو يقول؟ هيوصف الطقس في الصيف هي تمطر يوجد مطر يوجد شمس حارقة. يبقى خدنا رقم س. شوف السؤال اللي جاي. تي سيرفي تي ديكري انت تصف الطقس ماذا يكون في الربيع؟ ماذا انت تقول؟ هتقول الطبيعه جميله يوجد نياج سلج لوتون بالطقس يكون سيء الجو جميل. طبعا في الربيع الجو جميل. يبقى ناخده رقم د الاخراني. نشوف السؤال اللي جاي. انت تصف الطبيعه في الربيع ماذا انت تقول؟ اشجار تكون بنيه الزهور تكون ملونه. يبقى الربيع الزهور تكون ملونه. أنت توضح تاسي زوم موسمك المفضل ماذا أنت تقول؟ أنا أفضل الشتاء. خدنا الأولاني. تيدي كري أن تصف الطبيعة في الشتاء ماذا أنت تقول؟ لسولي بارتو الشمس في كل مكان الأشجار تكون بنية لمنتنى الجبال تكون بيضاء. يبقى الجبال تكون بيضاء. خدنا رقم س. سيبنا من السؤال اللي هو الكتابة ده وخلينا في السؤال اللي وراه. جي إم أنا أحب كثيرا البرتقالي اللون البرتقالي مبدوء بحرف متحرك باخد ال الجملة رقم 2 بيقول لك في الربيع الربيع يبدأ ولا في الربيع يبدأ؟ يبقى الربيع يبدأ. يبقى باخد ال اللي هي رقم س. كل فصول السنة مذكر معروف. كلمة كولير كلمة مؤنثة أخد أي واحدة في دور جمع مؤنث أدور عليها كده. خدنا الأخرانية. لوسيال السماء تكون زرقاء عايز كلمة تكون قال لك إيه؟ لما تنام في الصباح يوجد ضباب او نورد في الشمال عندك كلمة ضباب قبلها كلمة يوجد اللي هي رقم شوف السؤال اللي جاي. لو توم بالطقس يكون اخد وراء ايه اللي هي رقم بي. شوف السؤال اللي جاي. جيني في بعض نفي فعل فير اخد يا اما دي او يا دي ابوصرف ادور معناها كده على دي او ودي ابوصرف قال لك الاخراني.
شوف السؤال اللي جاي. وجردوي اليوم لا يوجد دنا في، اخد يا اما دي او يا دي ابوستروف، ادور بعينيها على دي او او دي ابوستروف، خدنا رقم سي. للزسوء العصافير شنطية تغني في الربيع، الربيع كل فصول السنة بتاخد اون ما عدا الربيع بياخد او، يبقى اخد او رقم بي. تيب ريفير انت تفضل اي موسم، كلمة موسم مؤنث، ادور على واحدة في دول بتاعت مؤنث، قال لك كل الاولانية. شوف السؤال اللي جاي. ليرب العشب يكون، فيرت العشب مفرد، ادور على واحدة في دول مفرد مؤنث، قال لك الاخرانية. لومونتان الجبال تكون اون، صفة اللون اون ده اون بيجي وراها صفة لون دائما مفرد مذكر، ادور على كده على واحدة مفرد مذكر قال لك بلونك، مالكش دعوة بكلمة الجبال، اون بيجي وراها صفة لون دائما مفرد مذكر. بول لاميتول الطقس الفي الجو يكون، الجو اللي بيجي وراها ما بتتغيرش مفرد مذكر دائما، ادور على واحدة في دول مفرد مذكر قال لك شو الأخرانية، ما بتتغيرش ما بتتأثرش. شوف السؤال اللي جاي. بيقول لك جو بصيان اقضي بال، صفة جامعة واسم جامعة ملحوظة عندك خدناها كتير في سنة تانية، دي او ها زائد صفة جامعة زائد اسم جامعة، ادور على واحدة في دو قال لك هنا دي او رقم سي. اما يجي في الجملة رقم سبعة بيقول لي الفي مع حالة الجو، كلمة توم مذكر، ادور على واحدة في دول بتاعت مذكر قال لك كل الاولانية. باريس في باريس اليا يوجد بريم، ضباب ماتينال صباحي، ضباب جامع، دورة واحدة في دول بتاعت جامع، يبقى خدنا الأخرانية. نشوف السؤال اللي جاي. الفيشو الجو حر في الصيف، كل فصول السنة تاخد حرف الجر أن، اتفقنا مع بعض على كده، يبقى خدنا أن الأخرانية. جيني في با أنا لا أعمل، ده نفي يبقى ناخده دي أو أو دي أبوستروف، يبقى خدنا الأخرانية. وجردوي اليوم الطقس يكون بليفون، دور على كلمة يكون قال لك إيه. النياجا تمطر ثلجا في كندا، كندا دولة مذكر، ايش عرفك انها دولة مذكرة؟ انت بتعيش بأو، يبقى اخد أو. لفلو أوراق الأشجار تكون، الأوراق جمع مؤنث، أدور على واحدة في دول جمع مؤنث، قال لك فيرت الأولانية. لا فوتوغرافية تصوير، التصوير مؤنث، أدور على واحدة في دول بتاعت مؤنث، قال لك الأخرانية. لو توم بالطقس يكون مدري معتدل في الربيع، الربيع مذكر، يبقى اخد إيه؟ أو اللي هي رقم ب. شوف السؤال اللي جاي. جوليا تمارس فروسية، اكتاسيون فروسية مبدوء بحرف متحرك مع فعل فير، باخد دي او الا ابوستروف اللي هي رقم ب. اونيفير في الشتاء البلو، ال وانا مغمض البلو لان السماء مذكر بيعوض عنها الضمير ال بس. نو جويون هنلعب العاب فيديو، العاب فيديو جامع بناخده او اللي هي رقم ب. لير بالعشب لسه متفقين مع بعض ان هو مؤنث، ادور على واحده في دول بتاعت مؤنث قال لك رقم ب. وجردوي اليوم الطقس يكون، لا تتغير صفة الطقس مع كلمة الفي، بيجي وراها دايما صفة مفرد مذكر، ادور على واحدة في دول صفة مفرد مذكر قال لك الأخرانية. الياء يوجد كثير من، بيكو بيجي وراها دي او او دي ابوستروف فقط لا غير، ادور على واحدة في دول فيها دي او او دي ابوستروف قال لك رقم سي. شوف السؤال اللي جاي. تون ديفوار واجبك دانتا شامبر، هنا فيه تا وهنا تون، يبقى عايز امر مع التي، وجايب لك فعل فير، فعل فير مع التي قال لك الاولاني. جي تي سويت اتمنى انت، اتمنى لك اجازه على مير في البحر، الاجازه جمع مؤنث، يبقى اخد كلمه بن الاخراني. في الاجازه جي في انا امارس دي لا ناتاسيون، السباحه مفرد مؤنث، اخد مع فعل فير دولا اللي هي الثانيه. جالك سالو اكتب له سالو. كل سيزون اي موسم انت تفضل، هقول له جي بريفير لا التي مثلا الصيف. كلتون بالفي والتي مع حالة الجو في الصيف، هقول له الفي شو الجو حار بس ما تزودش. ما اي نشاط انت تعمله في الشتاء، هقول له جي في انا امارس دوسكي تزلج. تعال نشوف السؤال اللي جاي. سلو اهلا تي ام كوا، ماذا تحب في الطبيعة؟ هقول له جي ام انا احب لامير البحر، كلمة واحدة وخلص نفسك. اين انت تقضي اجازتك؟ هقول له جي بصي انا اقضي مي فاكونس اجازتي على كومبان. كلتون بفتل مع اي طقس انت تفضل؟ هقول له جي بريفير انا بريفير افضل
لا إيفير الشتاء. صف لطوم الطقس ماذا يكون في الأربع فصول في طول السنة؟ السماء وأبيض. ماشي، هقول له أون التيف الصيف لوسيال للسماء تكون بلو زرقاء، ايه الفيشو والجو حر. الجملة اللي بعدها هناخد اون اوتمن في الخريف الفي موفي الجو سيء، ايه اليا ويوجد ديفنت رياح. تمام، لو خدت اونيفير في الشتاء الفي فروا الجو بارد، ليمونتا او ليمونتان الجبال سون تكون اون، واخد الصفه اللي جابها لي بلونك بيضاء. خدنا الصيف والخريف والشتاء، يبقى فاضل الربيع اون ايه او برنتون بالربيع، او برنتون بالربيع الفيبو الجو جميل. ادي احنا اتكلمنا عن فصول السنه، خليك فاكر عشان لو قابلتني في الامتحانات مش هخش عليها خالص. تكلم عن انشطتك المفضله اثناء الشتاء والصيف، احنا لسه قايلين اثناء الشتاء هقول له انا اذهب الى البحر، اذهب الى الجبل لكي يعمل تزلج، واثناء الصيف انا اذهب الى البحر لكي اسبح، كلمتين وخلاص ومفضينا. تكلم عن الطبيعه اثناء الاربع فصول او اثناء الربيع، احنا لسه قايلين يوجد زهور وزهور تكون انفيرت اخضر، واكتب كل الالوان، نكتبه الموضوع ده مش مشكله. هقول له او برنتوم في الربيع الفي الجو يكون بو جميل، اليا يوجد دو خلاها جمع وناخده كلمة فلير زهور بار تو، لي فلير الزهور سون تكون انفيرت خضراء ام روج بلاش فيرت حمراء، اي دي تو ليه كولير وكل الالوان. طيب ماشي، ايه تمام، ايه لو شامب والحقول سون تكون اون فيرت تكون خضراء. صفحه 79 بديني بقطع بيقول لي موا انه انا علي انا اسكن في تونس العاصمه بتاعه تونس، خلي بالك من كلمه تونس الصغيره وتونس الكبيره. جبار لا نتكلم أراب عربي وفرنساوي، ألعب كرة قدم وأنا أحب مشاهدة الأفلام بتاعة ساينس فيكسيون الخيال العلمي. شوف السؤال اللي جاي، جي سوي أنا أكون باولو، أدي باولو إيطالي، أنا أسكن في نابولي، جي إيم أحب زيارة لوسيت تورستيك الأماكن السياحية في روما، جي برلين أتكلم إيطالي وإنجليزي، جي بصياك ده أوقات فراغي أجوير في لعب الشطرنج أونلاين على النت. تعال نشوف السؤال اللي جاي، جوموبيل مارجريت انا اسمي مارجريت، جي سويس الماني انا اكون المانيه، جي بارلا المانيه تتكلم الماني وانجليزي وفرنساوي، جي ايف واجير احب السفر بين برلين وجنيف، لا فيل سويسري المدينه السويسريه، لا بلي بروش الاقرب دي مافيل الى مدينتي. جنيف توجد في المانيا ولا في تونس ولا في ايطاليا ولا في سويسرا؟ يبقى خدنا في سويسرا الاخرانيه. لافيل دي باولو، مدينة باولو كان اسمها نابلو، تعال ندور على كلمة نابلو قال لك الأولانية. بيقول لك باولو يقضي أوقات فراغه في جنيف ولا على الإنترنت بيلعب ألعاب فيديو على الإنترنت، بيلعب قصدي شطرنج على الإنترنت. علي يكون من أصول إيطالية ولا سويسرية ولا عربية؟ قال لك عربية اللي هي رقم سي. سالو أهلا جوليان جيتين فيتي أنا أدعوك أبا الصير لقضاء الأجازة بتاعت الصيف دي مومباييه في بلدي مصر. تيفا بصير أنت سوف تقضي أم شهر مانيفيك رائع. أوكير في القاهرة. لا كابيتال العاصمة دي لا ايجيبت عاصمة مصر. إيسي هنا ليزابيتي السكان يكونوا سمباتيك لطفاء. إيسوريا وبشوشي. يا سلام. أنفا بصير سنقضي لطوم بالوقت انتر بين القاهرة وشرم الشيخ.
أمبو اللير نستطيع الذهاب والسي أيضا إلى الأقصر بور فيزيتين لكي نزور لمزيد المتاحف إلى تمبل الفرعونوك المعابد السياحية. أبورتي دي فيتمو واحد الملابس خفيفة برسكي لأن الجو يكون حار أون سيتوم في هذا الوقت. ماشي عايز تعيش في الصيف. أمبو نستطيع أن نسبح أوفير ونعمل دوباتو رحلات بالمركب ضل مير في البحر في شرم الشيخ. يوم 20 يوليو أنفا اللير سوف نذهب عند نبيل، هو سوف يحتفل بسون أنيفرسير بعيد ميلاده، أنا سوف أتنكر إن بيلوت في طيارة. نبيل إيه ني اتولد شهر يوليو ده في الصيف، أدور على واحدة تدور في الصيف قال لك الأولاني. وكيف في القاهرة جوليان سيقضي أسبوع ولا أسبوعين ولا شهرين ولا أسبوعين ولا 30 يوم، يبقى هيقضي شهر يبقى هيقضي 30 يوم يبقى خدنا الأخرانيين. ان جولييت في جوليو 2000 نقط الجو في شهر يوليو الجو يكون ايه في مصر؟ قال لك ممطر بارد مشمس وحار، مشمس وحار رقم سي. المصريين يكونوا خجولين بشوشين ولطاف، بشوشين ولطاف اللي هي رقم ب. نشوف اللي جاي. بونجور ناديا اللي كاتب الخطاب ده واحده اسمها ليا جيمي بريزنتي وقدم نفسي، بتقول لها بونجور ناديا صباح الخير يا ناديا جومابيل، انا اسمي ليا صينيه من بكين، بلدي توجد في اسيا، هي تتكون من 1.2 مليار ساكن. مع فيل مدينتي ايه بليندو مليئه بأذن المصانع في بكين اون تروف نجد كثير من البارك الحدائق. سينمات، مسارح، متاحف، جردان حدائق. في الصين اون برلين اتكلم صيني. لكن جي بارلا اتكلم ايضا فرنساوي. دان مومباي في بلدي جيت دان ادرس الانجليزي سينل لانه وحش. جينيمبا انا لو احب اطلاق الاسبانول الاسباني. ما بوسون هوايتي سيلا موزيك انها الموسيقى الى باتان اجلاس وتزلج على الجليد. اون فاكانس في الاجازه دي اجازة الصيف انا اذهب على مونتان الى الجبل حيث او على مير الى البحر. بور فير دي كومباند كان عامل معسكر كلميني عن مصر. ليه ونتين في الصيف ليه تحب الذهاب الى الا كمباني الريف ولا الصحراء ولا الجبل؟ قال لك الجبل رقم سي. من دون سي لوزير اثناء اوقات فراغها ليه تذهب الى المكتبه ولا ميدان التزلج، هي تعمل تزلج على الجليدي بتروح ميدان التزلج اللي هي رقم ب. ليه تتكلم جيدا عربي انجليزي اسباني فرنساوي، بتحب الفرنساوي بتتكلم جيدا فرنساوي الاخراني. دان سي ايميل في هذا الايميل ليا بتقدم نفسها مليون المية باخدنا الاولانية سو بريزنتيشن. القطعة اللي جاية عبارة عن ثلاث بطاقات لثلاث اشخاص. خالد صلاح الدين جزائري يسكن في العاصمة الجزائر، افريقي من افريقيا يبقى جزائر البلد، العاصمة الجزائر، قارة افريقيا، تتكلم عربي، جنسيته جزائري. طب نشوف البنت التانية. الاسم ماريون ديبو فرنسية العاصمة باريس في أوروبا بتكلم فرنساوي والجنسية فرنسية. الاسم شانغ زي لي أكيد صيني يبقى صيني بكين آسيا صيني صيني. تعال نشوف. لألجيريا توجد في أفريقيا اللي هي رقم سي. نشوف السؤال اللي جاي. لا كابيتال دي لاشين عاصمة الصين إنها بكين، عندك بكين أدور عليه يبقى خدنا الأولانية. شانجزيلي يكون صيني، ادور على كلمه صيني قال لك الاخراني. لالونجوس اللغه الرسميه في الجزائر تكون العربيه اللي هي رقم ب. تي ديمون تطلب من زميلك صافيل مدينته، ماذا انت تقول؟ كليتون بي ما بلدك، كليتا في ما مدينتك، يبقى خدنا رقم ب. تي ديمون تطلب من ساحسون بي بلده، ماذا هو يقول؟ هيقول انها افريقيا، انها الفرنساوي، انها باريس دي مدينه، يبقى انها ايطاليا الاخيره، يبقى دي البلد اللي هو بيتكلم. تي ديموند تطلب من زميلا نت سالونج لغته، ماذا انت تقول؟ اي لغه تتكلم؟ يبقى خدنا الاولانيه. انت تتكلم عن لغه رسميه في بلدك، ماذا انت تقول؟ انها الايطالي، انها اوروبا، انها روما، انها ايطاليان، يبقى انها الايطاليه الاولانيه. نشوف السؤال اللي جاي. تي ديموند تطلب تطلب من زميلك دي سيتي ان يذكر صنبا ايه بلده، سير لكارت على الخريطه، ماذا انت تقول؟ كيف تكون بلدك؟ ما تكون بلدك؟ ما عنوان بلدك؟ اين توجد بلدك؟ يبقى خدنا الاخرانيه اين توجد بلدك. تي ديمان تطلب من زميلك تون مي من زميلك لوتون بالطقس، ماذا يكون في بلده؟ ماذا انت تقول؟ ما حال الطقس؟
او اي طقس تفضل انت، ما حاله الطقس ده انتم بيه في بلدك؟ يبقى بتساله عن طقس البلد هو انت اللي هتقول له، يبقى سؤال، يبقى خدنا رقم ب. نشوف السؤال اللي جاي. تيدمان تطلب من زميلك لو كابيتال عاصمة تومباي بلدك، ماذا أنت تقول؟ زميلك بيسألك عن عاصمة بلدك، ماذا أنت تقول؟ هتقول له إنها مصر، إنه ليفر جنيه مصري، إنها القاهرة، عاصمة بلدي إنها القاهرة، يبقى خدنا رقم سي. تيلو كلوزي أنت تحدد تومباي بلدك على الخريطة بتاعت العالم، ماذا أنت تقول؟ هتقول إنها عربي ولا شمال شرق افريقيا، يبقى شمال شرق افريقيا حددناها على خريطه العالم. نشوف السؤال اللي جاي. تونا مين زميلك تون تي تي دومان تطلب من تونا مين من زميلك لو كانت عاصمه فرنسا، ماذا هو يقول؟ انها باريس، يبقى خدنا الاولاني. شوف السؤال اللي جاي. تونا مين زميلك تي دومان يطلب منك عاصمه تومباي بلدك، ماذا هو يقول؟ انت تسكن في العاصمه، اي مدينه تحب ان تزور، ما تكون عاصمه بلدك، يبقى خدنا رقم سي. تونا مين زميلك تي دومان يطلب منك لو تقوم بالطقس، ماذا يكون في بلدك؟ ماذا انت تقول؟ في انها اوروبا، الجو جميل، انت هتقول له الجو جميل في بلد، خلاص. شوف السؤال اللي جاي. تونا مين زميلك ايني ولد في روما، ماذا انت تقول؟ هو اسباني، افريقي، مصري، ايطالي، يبقى خدنا الاخرانيه ايطالي. تونا مين زميلك اتولد في اسبانيا، ماذا انت تقول؟ انه اسباني، انه لا يكون اسباني، انه هو يتكلم اسباني، فرنسا تكون بلده، انه مولود في افريقيا، يبقى هو يتكلم اسباني، اللي هي رقم ب. شوف السؤال اللي جاي. تي ديماند تطلب من سائح ناسيوناليتي جنسيتي، وماذا انت تقول؟ كلي فوتر ناسيوناليتي، ما تكون جنسيتك. اعملوا التكمله دي كده مع بعض. المدن بتاخد اه، تعال حملهم كلك على بعض مره واحده. انا اسكن في موسكو، موسكو بتاخد اه، والعاصمه روسيا بتاخد اون عشان دوله. باي باس هولندا دوله جامع، يبقى ناخده او. ايطاليا دوله مؤنث، يبقى تاخد اون. اناطاليس مجموعه جزر، يبقى تاخد او. كوبا جزيره، يبقى تاخد اه. كندا دوله مذكر، يبقى تاخد او. لبنان دوله مذكر، يبقى تاخد او. المكسيك دولة مذكر بالرغم انها تنتهي بأو، يبقى تاخد أو. الكوبك يبقى تاخد أون عشان دي قارة. كل عشان خاطر الجو مذكر، خدنا كل بتاعت المذكر نهايتها ال. طب الوان اخد كل بتاعت جمع المؤنث اللي هي كل 2 ال واس في الاخر. انا لو احب العناصر، عناصر جمع مذكر يبقى كل واحدة وال اخرها اس. عناصر جمع مذكر. العاصمة مؤنث، يبقى اخد كل بتاعت المؤنث 2 ال وأو. البلد جمع مفرد مذكر، عشان خاطر في اي بلد انت اتولدت، يبقى اخد كل بتاعت المذكر اخرها ال بس. كولير الوان، الوان جمع مؤنث، يبقى اخد 2 ال و اس في الاخر جمع المؤنث. اربر الاشجار، الاشجار جمع مذكر، يبقى اخد كل واخرها اس. المدن، المدن جمع مؤنث، يبقى اخد كل واخرها ال ال او اس. نشوف الاختيار. مي برانتس والدي يذهبون الى بوردو، الى بروكسل، بروكسل مدينه تاخد اه الاخرانيه. انا ازور الصين، الصين دوله مؤنثه، يبقى اخد لا الاولانيه. المدن، المدن جمع مؤنث، ادور على واحده في دول جمع مؤنث، قال لك كل الثالثه. انت تقضي اجازتك في الولايات المتحده، الولايات المتحده جمع، يبقى اخد اول اولانيه. انا اسكن في شيلي، شيلي دوله مذكر، اتن واخد اول اخرانيه. ليو وتيو نيون تبا ليس عندهم جنسيه، الجنسيه مؤنث، ادور على واحده في دول بدات مؤنث، قال لك هنديه رقم ب. نشوف السؤال اللي جاي. علي وانا نحن نكون، لازم التبعيه تبقى على حسب ما قبل ان، خدناها كتير. اخد انا واحده، قال لك ايطاليه، اللي هي ايطاليين، اللي هم جمع مذكر الثالث. في اي اصل، كلمه اصل مؤنث، ادور على واحده في دول بدات مؤنث، قال لك رقم ب. تيفا انت تذهب، قال لك انا اذهب الى الكوبيك، يبقى انت تذهب اين، اللي هي رقم سي. عاصمة فرنسا انها ماذا، عايز كلمة ماذا بالفرنساوي اللي بتأتي في نهاية السؤال، قال لك كلمة كوال اخرانية. انت تتكلم اي لغات، اللغات جمع مؤنث، ادور على واحدة في دول جمع مؤنث، قال لك رقم سي. استراليا توجد في الاوشن، ده محيط او قارة المحيط، يبقى ناخده ان، ادور عليها كده وانا مغمض، قال لك الاخرانية. ليا وجون وليا اوتاوا، جون وليا جمع، يبقى الذهبون الى اوتاوا يسكنون في، خلي بالك جون وليا جمع، يبقى خدنا فونت الاولانيه هي اللي تنفع، الثانيه نهايتها او بس ما تنفعش. هن يكون من اصل، كلمه اصل ياتي دائما بعدها صفه جنسيه مفرد
مؤنث دائما. يبقى امريكيه الاولانيه ما نفعتش، امريكيه الثانيه تنفع عشان نهايتها او يبقى مؤنث. الجنسيه بتاعت زملائي ماليش دعوه غير بكلمه الجنسيه بتكلم عنها، جنسيه مؤنثه دوره واحده في دول بتاعت مؤنث. قال لك كوبيديان كوبان اللي هي رقم سي. لوبونت الكوبري ايه تورنيه يبقى عبر الكوبري، تورنيه اخرها هو يبقى امر مع التي. ادور على واحده في دول زيها بالظبط امر مع التي، قال لك اللي هي رقم سي. انفا لامير نذهب الى البحر في الصيف، الصيف بياخد حرف الجر ان. في اي من اي جنسيه تكون اخد دو، دو الاخرانيه من اي جنسيه بدي او دي ما بتتغيرش مع ادوات الاستفهام. السؤال الجاي في الاجازه نذهب الى جزر المالديف جمع يبقى ناخده او. متير مهنه مذكر اكتب عليها مذكر، ادور على واحده في دول بتاعت مذكر قال لك رقم س. منامي صديقي يسكن في لندن، لندن مدينه بتاخد حرف الجر اي يبقى خدنا الاخرانيه. السؤال اللي جاي عناصر، عناصر جمع مذكر اكتب عليها عناصر جمع مذكر، ادور على واحده في دول جمع مذكر قال لك الاولاني. سمير يكون من الاصل لسه واخدين ملحوظه بتاعت اوريجين، اوريجين ياتي بعدها دائما صفه جنسيه ايه؟ ها مفرد مؤنث دائما. ادور على واحده في دول مفرد مؤنث دائما قال لك اللي هي رقم سي. الطقس يكون حار، الطقس تاخد ايه الاخرني. قال له من باريس يبقى من اين؟ ادور على واحده في دول من اين قال لك الاخرانيه يبقى دو مع دو. شوف السؤال اللي جاي منكو بين زميلي ياتي من روما، من روما مدينه تاخد دي الاولاني. سيسونت انها بيل بلاد، البلاد جمع مذكر ادور على حاجه في دول بتيجي قدام جمع المذكر قال لك بو بيل اللي هي رقم ب. علي وساره كده جمع مذكر يكونوا مصري مصري مصريه مصريين مصريين يبقى خدنا رقم سي عشان جمع مذكر. نشوف السؤال اللي جاي لجروب دي تورست مجموعه من السياح، المجموعه واحده بس بتكلم عليها يبقى فيان تاتي من فرنسا. السؤال اللي جاي نو اون سيبو منين تنزه في الغابه، الغابه مؤنث ادور على واحده في دول بتاعت مؤنث قال لك الاخراني. جيب الصيني فاكانس اقضي اجازتي في امريكا، امريكا جامع اخد او اللي هي رقم ب. شوف السؤال اللي جاي جي في فيزيتير سوف ازور البرازيل مذكر يبقى اخد ال او الاخراني. ما تكون بلدك هقول له سي ايه انها لا ايجيبت انها مصر. ما حالة الجو في بلدك هقول له الفيبو الجو جميل. كلمة ونص ما تزودش عشان ما تغلطش. أين توجد على الخريطة ال ستروف توجد او نورد دي افريك في شمال افريقيا. عاقل بيه في اي بلد انت سوف تذهب في الصيف هقول له جي في انا اذهب اون فرانس الى فرنسا. كليلا كابيتال دي سي بايه ما عاصمه هذه البلد هقول له انها سي اي باريس انها باريس. كلونج اي لغه اون بار نتكلم في هذه البلد هقول له اون بار نحن نتكلم فرنسي. تكلم عن بلدك موقعها جغرافي الطقس المدن نتكلموا عليها. مومباي مومباي بلدي صابيل اسمها لا ايجيبت مصر. لابد من تعريف الدول، الدول والقاهره. ال نتكلم عن البلد ستروف توجد او نورد شمال دي افريك افريقيا. لوكير القاهره ايه تكون لو كابيتال او لا كابيتال. الياء سي يوجد ايضا اليكس لوكسور اسوان. عايز المدن يبقى الطقس، لسه ما اتكلمناش على الطقس اقول له الفيبو الجو جميل اون ايجيبت في مصر. تكلم عن مدينتك تطل على يبقى دي تطل على يبقى لو خدت مدينتي هقول له مافيل مدينتي صابيل اسمها اليكس هي ستروف توجد اونورد دبي شمال البلد هي
دنيه تطل على سير لامير البحر. اليا يوجد بكو كثير دوم زي من المتاحف. أن بصي نقدي نوتوم أو مي أو نوتوم أو قاتنا سير لامير لا على البحر هناك. صفحة 90 بيقول لي سالو إليزا، أهلا إليزا، دومان غدا جي في أليرس، أذهب إلى نيس أفيك مي بيرانس مع والدي شيمون أونكل عند عمي برنارد. لا هناك ليزابيتيه السكان يكونوا سمبا لطفاء وجمال. طيب هو هيذهب إلى نيس. أفيك مي كوزن مع عيال عمي جي في فيرس، أعمل كثير من الأنشطة، فيلو عجل، باتانا جلاس، تزلج على الجليد، رادون، تنزه، أوجردان في الحدائق. أنفا أستي سنذهب أيضا لزيارة لوموزيل المتاحف إي ألير والذهاب إلى الكافيهات أوزو إلى حديقة الحيوان. أبريدو مان بعد غد لومتان في الصباح أنفا ألير سنذهب أو بارك دي أتراكسيون إلى حديقة الملاهي. جادور أنا أعشق لوترين القطار بتاع الظلام. إلى موزون ونتي وبيت الرعب إلي مونتان روس وقطار الموت ساما فير بور هذا يخيف. دومان غدا ماريون سوف يذهب إلى باريس عند والديه، ولا عند عمه يبقى عند عمه. في نيس ماريون يعمل تنس ولا سيرف ولا سكي ولا باتانا جلاس، قال لك باتانا جلاس تزلج على الجليد. شوف السؤال اللي جاي. أبري دومان بعد غد ماريون سوف يذهب إلى حديقة الملاهي، إلى حديقة الملاهي بخدنا الأولاني. ماريون لا يحب أن يعمل إطلاقا، ما بيحبش يعمل إطلاقا، ما بيحبش إطلاقا إيه؟ لو ترين دومين ولا لو مونتان روس، قال لك لو مونتان روس لأنها تخيف. نشوف اللي جاي. شير بير عزيز بير علي اللي كاتب الخطاب كاتبه من مدينة الإسكندرية يوم 20 مايو. جيتين فيتي أدعوك لقضاء دوس من أسبوعين في الإسكندرية بنضون لأجازة أثناء الأجازة بتاعت الصيف. أليكس في الإسكندرية تيفالو جير أنت سوف تسكن عندي. دان مو أبارتمون في شقة أوبوردو دي لامير على شاطئ البحر. جي في تي بريبير سأجهز لك أن بوم بروجرام برنامج جميل. بورد كوفري لاكتشاف المدينة. لومتان في الصباح. أنبوع الليل نستطيع الذهاب إلى الشاطئ المنتزه أو حيث لو أن تروف نجد كثير من الأربر من الأشجار غير النادرة. لسوار في المساء. أنفا سي برومولير سوف نتنزه ضم لورو في شوارع المدينة أو بريدو لا كابيتال أو قريب من سيتاديل القلعة بتاعت كايت باي. أمبو نستطيع ديكوفرير اكتشاف لا بيبليوتيك مكتبة الإسكندرية لا دو جراند بيبليوتيك دالو موند، ثاني أكبر مكتبة في العالم. علي يكتب خطاب في الربيع ولا في الشتاء ولا في الصيف ولا في الخريف؟ قال لك في الصيف عشان هو في شهر مايو. الإسكندرية تطل على بحيرة ولا بحر؟ قال لك على بحر اللي هي رقم ب. بير سوف يقضي كم يوم في الإسكندرية؟ هيقضي أسبوعين يعني 15 يوم. بينسو ما تنفعش شهر ما تنفعش، يبقى 15 يوم تنفع. نشوف السؤال اللي جاي. الإسكندرية أنتروف نجد ثاني أكبر مكتبة. أنا عايز كلمة ثاني، قال لك دوزيام من الأخرانيين. من ليليان إلى منى مومباي بلدي. أهلا يا منى، جومابيلا أنا اسمي كلوديا روبرتو جيسوي أرجنتينيان وأنا أكون أرجنتينية. أنا عندي 17 سنة. منى أنيفرسير عيد ميلادي إنه 12 فبراير. مامير أمي اسمها كاريسيلا إلي تكون مصورة. مومبير وأبويا اسمه ماتيو يكون ميديسان طبيب. جادور أنا أعشق لي فوياج الرحلات أو السفر. جيفي دي لا دانس ومارس الرقص. جينيين بالي ماتماتيك ما بحبش الرياضيات، عارفة سكتها. ألاقي كل في المدرسة. لاني برشان السنة القادمة جيكم مون سنبدأ ما تروازيين مني سنة تالتة، يبقى السنة القادمة أنا سأبدأ سنة تالتة. براندر لو فرنسي تعلم الفرنساوي. جي شيرش أنا أبحث عن أن سايبر كوبين زميل فرنسي بور ني با أوبليل لكي أنسى لو فرنسي الفرنساوي. كونتاكت مو أتواصل معي بور دي كوفريل لكي أكتشف بلدك. لا ايجبت مصر ايتاكل تريل وثقافتها بسي كوبلاتي كلوديا.
كل ده اتولدت في الخريف ولا في الربيع ولا في الصيف ولا في الشتاء؟ قال لك 12 فبراير يبقى في الشتاء الاخرانيين. لا مير دي كلوديا، ام كلوديا بتعمل، هي بتشتغل في التصوير، يبقى شغاله في استوديو، ادور على كلمه استوديو، قال لك الاولانيين. ستة نيه، هذه السنه كلوديا تدرس الفرنساوي منذ السنه دي، هي ثاني سنه لها، يبقى تدرسه منذ سنتين، لان السنه الجايه ستكون الثالثه، يبقى منذ سنتين اللي هي رقم ب. كلوديا تحب كثير الانجليزي ولا السفر الرحلات؟ قال لك الرحلات اللي هي رقم. جوموبيلا الاسم ليليان، اسكن في مدغشقر. عن ايه لجزيرة افريقية ستروف توجد للاوشن في المحيط الهندي؟ لقبة العاصمة بلدي انها انترافيو في مدغشقر. اليا يوجد 20,000 ابيتو ساكن. طيب لو بلانك البيض، الروج الحمر، لوفيرت الاخضر، سون لو كولير يبقى الابيض والاحمر والاخضر، يكون لو كولير الالوان بتاعت نوتر ضربوه علمنا. اون ابلي نسمي مومباي بلدنا الجزيره الحمراء. بارسكولا ان لاطير الارض تكون روج حمراء في مدغشقر، لاطير الطبيعه تكون جميله. الفيبو الجو جميل، لامير البحر، لوفرت الغابات الجبال، التري دي مليون دي تورست تجذب ملايين السياح. شكلني كل سنه في مدغشقر. امبرلين نتكلم لغتين، فرنساوي ملاجيش. مدغشقر توجد سير في اسيا ولا الاوشن المحيط ولا افريقيا؟ ناخده رقم سي، توجد في افريقيا. لو تم بالتاكسي يكون ايه في مدغشقر؟ التاكسي يكون جميل الاولاني. مدغشقر تطل على بحر ولا محيط؟ قال لك على محيط اللي هي رقم ب. في مدغشقر السكان يتكلمون انجليزي الماني عربي فرنساوي اللغتين؟ قال لك لغتين، هم ما بيتكلموش عربي، بيتكلموا فرنساوي وبيتكلموا اللغه بتاعتهم مدغشقر. نشوف السؤال اللي جاي. زميلك تيدي موند يطلب منك مشروعاتك اثناء الاجازه، ماذا هو يقول؟ اين تقضي العطله؟ العطله ما تنفعش، انا احب ما تنفعش. ماذا تفعل اثناء الاجازه؟ يبقى خدنا رقم سي. تونامي زميلك تيدي موند يطلب منك سيكو، ماذا لشيف سوري الخفاش؟ ماذا انت تقول؟ انه اربر شجره، انه نوع من الزهور، انه وسيله نقل، انه لعبه في الملاهي. يبقى خدنا لعبه في الملاهي الاخرانيه. شوف السؤال اللي جاي. تونامي زميلك تي دوموند يطلب منك ماذا انت تفعل سسوار هذا المساء؟ سوف تفعل هذا المساء. ماذا انت تقول؟ انا سوف اذهب الى البحر سمة هذا الصباح، ساتغدى في الساعة كذا. انا دي سؤال ما تنفعش، انا سوف اقضي السهرة في النادي. باخدنا الاخرانيين. تي انونس انت تطلب، انت تعلن مشروعاتك بور لي فاكانسيز بروشان الاجازه القادمه، ماذا انت تقول؟ هتعلن مشروعاتك في الاجازه القادمه، هتقول ايه؟ انا سوف اذهب الى كامباري الى تي دوموند. انت تطلب من تونامي من زميلك سون تومب بريفيري طقس المفضل، ماذا انت تقول؟ كل تومب بريفير تي، اما حاله الجو الذي بتفضله او اي طقس تفضل. يبقى خدنا الاولانيين. أنت تطلب من زميلك مشروعاته في العطلة القادمة، ماذا أنت تقول؟ أنا سأذهب إلى ميدان التزلج، مش نافع. أين أنت سوف تقضي العطلة؟ تنفع. أين ماذا ستفعل في الأجازة؟ ما تنفعش. أي يوم يكون عطلة؟ ما تنفعش. يبقى خدنا رقم ب هي اللي صح. نشوف السؤال اللي جاي. تي دوموند أن تطلب من تونامي من زميلك أي من أين هو يأتي؟ ماذا هو يقول؟ أنا جاي من فرنسا دومان غدا، ده أنا جاي إلى فرنسا، مش هتنفع. أنا سوف آتي مع بكل سرور، مش نافعة. أنا جاي من الحديقة، خلاص يبقى أنا جاي من الحديقة. نشوف السؤال اللي جاي. تونامي زميلك تي دوموند يطلب منك مشروعاتك ميولك للطبيعة، ماذا هو يقول؟ أي طقس تفضل؟ أنت تحب الذهاب إلى الريف؟ أي لون تحب؟ ماذا تفضل؟ ده اللي نطير في الطبيعة. يبقى خدنا الأخرانية. نشوف السؤال اللي جاي. تي ديكري أنت تصف الطقس، ماذا يكون في الشتاء؟ ماذا أنت تقول؟ في الشتاء لسلاي الشمس في كل مكان، الطقس يكون بارد. الطقس يكون بارد، يبقى خدناها في الشتاء، الطقس يكون بارد. تونامي زميلك تي دوموند يطلب منك أين أنت تحب السباحة؟ ماذا أنت تقول؟ هتقول له في حديقة الملاهي ولا في أرض الملعب بتاع كرة القدم ولا في النهر؟ في النهر تنفع، يبقى خدناها. شوف السؤال اللي جاي. تي دوموند تطلب من زميلك ماذا هو يفعل في حديقة الملاهي؟ ماذا هو يقول؟ إنها بجانب، لا مش عايز في حاجة، أنا أركب حصان مش عايز، آخذ الطائرة، أنا أركب الزحلية. يبقى خدنا الأخرانية، أركب الزحلية. تبقوا جوه. تي إنديكي أنت توضح تا بروفيسيون مهنتك المفضلة في المستقبل، ماذا أنت تقول؟ أنا أفضل أن أكون طبيب بيطري. يبقى خدنا الأولانية.
تي انفورمي، انت تسأل عن الطقس ماذا يكون، ماذا انت تقول؟ كلتون بالفي، ما حالة الجو الاولانية؟ تنامي زميلك، تي ديموند يطلب منك تون ادريس عنوانك، ماذا هو يقول؟ اين تسكن؟ اين يسكن هو ما تنفعش، عنوانك انه اين، يبقى خدنا رقم ب. تي ديموند، انت تطلب من سائح سان ناسيوناليتي جنسيته، ماذا انت تقول؟ اي لغه تتكلم ما تنفعش، انت تحب الحياه في فرنسا ما تنفعش، ما تكون مدينتك ما تنفعش، من اي اصل تكون، من اصلك؟ ادور عليه، شوف السؤال اللي جاي. تي ديموند، ان تطلب من زميلك كومو، كيف هو يذهب الى الغابه، ماذا هو يقول؟ افيك ميزامي، مع اصدقائي، لكي يمارس تزلج شاب جمعه بالعجله، يبقى خدنا الاخرانيه بالعجله الخلفيه. جايب هنا عايز تصريف فعل فينير، وراه دو ولا دو لا ولا دو لا ابوستروف الى ما لا نهايه. فينير مع الجو هتبقى فيانز، اخرها اس، والسينما مذكر يبقى اخد دو. الفو هتبقى في او ان او زد، والمكتب مؤنث اخد دو لا. المطعم هيبقى فيانس، والمطعم مذكر اخد دو. حمام السباحه مع ال ال، خلي بالك هكتبها في الواسع، في في اي او ان ان او ان تي، وحمام السباحه مؤنث ياخد دولا. في او ان او ان اس، والمدرسه مبدوء بحرف متحرك يبقى دي او ولا ابوستروف. في اي او ان اس، واخد دي او اس عشان المحلات جنب. نانت، مدينه نانت بتاخد دو. القاهرة بتاخد دو. السنغال مذكر ياخد دو. بايبا هولندا جمع ناخد دي. كوبا جزيرة تاخد دي. باريس مدينة تاخد دي. فرنسا دولة مؤنث تاخد دي. العراق دولة مذكر مبدوء بحرف متحرك يبقى اخد دي ابوصرف. لبنان مذكر يبقى اخد دو. المانيا مبدوء بحرف متحرك دي ابوصرف. بلجيكا دولة مؤنث يبقى اخد دي. شوف اللي جاي. انت تاتي من المستشفى مبدوء بحرف متحرك يبقى دي او الا ابوصرف. دي غير الدول، الدول والمدن يا دي او يا دي ابوصرف يا دي اس اقصى. اما دي فلازم تكون تكمله، دي او الا ابوصرف تنفع. طيب الحديقه مذكر يبقى اخد دي او. المكتب مؤنث دولار. الحي مذكر دو. الجبال جمع دي. البسين مؤنث اخد دولا، والمطعم مذكر اخد دو. شوفوا الاختيارات. نو نيفو نو با، نحن لن ناتي من السينما. السينما مذكر، الاماكن لا تتاثر بالنافي باخد دو الاولانيه. بعد غد هو يعمل تزلج، هنا فيه دو يباخد بعد غد مستقبل، يبقى فافير مع ال يبقى فافير الاخرانيه. اون فاكانس، في الاجازه انت سوف تفعل ماذا؟ عايز ماذا لتاتي في نهايه السؤال، خدناها كتير جدا، يبقى خدنا كوا رقم سي. اون بتساوي الضمير ال، باخد رقم ب. في الخريف لا يوجد دنافي، باخد دي او وادور عليها بعدين، يبقى خدنا الاولانيه. الفي كيلتون بمحاله الجو، جو مذكر يبقى اخد كل اللي هي رقم سي. الفيننت هم ياتون من مالطا، مالطا جزيره تاخد دو. لو زول عصافير جامعة، دور على واحدة دول بتاعت جامعة لك شنطيه الأولانية. أجوردوي اليوم يوجد مطر، بس هنا فيه دو بس، يبقى نفي على طول. طب لو كانت عايزة أحط دو لا كنا خدنا إليا، يبقى إليا في حالة الإثبات وإل نيابا في حالة النفي، وهي عايزة نفي دلوقتي ناخدوها. تذهب إلى حديقة الحيوان، قال لك بور لكي، يبقى بوركوا رقم س. مارك فيان ياتي من انجلترا، انجلترا دولة مبدوعة بحرف متحرك يبقى اخد دي ابوستروف. سامي ياتي من المستشفى، المستشفى مبدوعة بحرف متحرك يبقى اخد دي او الا ابوستروف. نوزلو دي فرنسا، نحن ناتي من فرنسا، من فرنسا الى المغرب. المغرب مذكر يبقى اخد او الاخرانية. دومان غدا، ده مستقبل. تي فا ناجير، انت سوف تسبح الاولانية. شوف السؤال اللي جاي. انا احب زياره البرازيل، دوله مذكر اخد ايه الاولى اولانيه. انا اعشق اللون، اللون مؤنث، ادور على واحده في دول بتاعت مؤنث، قال لك بلو الثالثه. الفو معاها تصريف فعل فير مع الفو، بس خلي بالك ده في مستقبل دومان، يبقى فوز اللي فير اللي هي رقم سي، تصريف الليل والمصدر. جوليان رينتري يعود الى منزله، يبقى ساميزون عشان وراه صفه ملكيه او اشاره. السؤال اللي جاي. انا احب كثيرا فرنسا، فرنسا دولة مؤنث تاخد لا، ادور على الله هنا عشان يحب بتاخد ادوات معرفة.
باتريك دي في فرنسا، باتريك بيساوي الضمير اللي بياخده فيانت الاولانيين. تيفاش وزير، انت سوف تختار اي لون، اللون مؤنث باخد كل الاخرانيين. سوزان تقضي سمتم وقتها في لير في القراءه، ليري باخدنا رقم سي، بيجي وراه مصدر، الباقي ده ما يجيش وراه مصادر. نوفي نو، نحن ناتو من الفلبين، دولة جامعة، يبقى ناخده دي اي اس اللي هي الثانية. وجوردوي اليوم الطقسي يكون، ادور على كلمة يكون، قال لك بليفو ممطر، المفروض ان هو فعل في لو توم بتاخد ايه بليفو، مفيش بليفو. طيب نبص في الاختيار كده، هنا في وهنا فا وهنا وهنا المفروض كانت تبقى ايه، يبقى ناخدوا الاخرانية دهيت ونعملوها ايه، لان الاثنين في متكررين. بونجور، صباح الخير، اكتب بونجور، من اين انت تاتي؟ اقول له جي فيان، انا جاي دو فرانس، من فرنسا. اي لغه تتكلم انت؟ اقول له جي بار، لان اتكلم على طول فرنسي. كلي لا كابيتال دي توم بيح، اقول له لا كابيتال ايه تكون باريس، خدناها قبل كده. كلي او كل باي اي بلد، تي فا فيزيتير، ستزور في الصيف، نفس الجمله هاخد، انا سوف ازور فرنسا. كيف تسافر؟ انا سوف جي في ها فواياجير، ساسافر اون افيون في طائره. ما حاله الجو؟ هقول له الفي بو، الجو جميل. تكلم عن مشروعات اسرتك في العطله القادمه، مش مشكله. جويير وفير، هقول له ما فامي اسرتي، بابا السير، سوف تقضي لو ويكند، العطلة القادمة، بروشان، أليكس في الإسكندرية. وحيث أون فا لير، سوف نذهب أو كلوب إلى النادي. نو ظلوا، نحن سوف جويير نلعب او فوت كرة قدم، او اون فافير، سوف نمارس دو تنس. تكلم عن انشطتك التي انت تحب ان تعملها في حديقة الملاهي، لو ترين دومين لا ميزون اونتي، هقول له دان في لو بارك دي اتراكسيون، في حديقة الملاهي. جي في، انا اعمل بيكو كثير، دي اكتيفيتي من الانشطة، دي جملة افتتاحية بس. جي ام، انا احب بروندر، اخذ لو ترين قطار دو من الظلام. مي، لكن اون ميم تومب في نفس الوقت. جادور، انا اعشق لا ميزون انتي. جي بصي، أنا أقضي أن بو توم، طقس جميل أو وقت جميل لا هناك. تكلم عن مشروعاتك أثناء الأربع أيام بتوع الأسبوع، الذهاب، الجبل، اللي مش عارف، خدناها قبل كده الكلام عن المشروعات. نخلي بالنا، أنا عدلت الصفحة بس عشان كانت مهوجة مني. طيب الجمل اللي إحنا كنا ناقصانا، مي لكن في نفس الوقت، يجي أدور، أنا أعشق لا ميزون بيت أنتي، بيت الرعب، أنا أقضي أن بو توم، وقت جميل هناك. خلي بالنا، الحمد لله رب العالمين، انا خلصت لكم الوحده الثانيه، مرهقه جدا فوق ما تتخيلوا والله يا جماعه. الحمد لله رب العالمين، هحاول اكمل لكم بعد كده على طول ان شاء الله فيديوهات مكثفه، نحل كميه امتحانات من اللي جاي اذا كان في العمر بقيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.